تؤرخ بداية الانتفاضة الفلسطينية الأولى في 8 من ديسمبر كانون الأول عام 1987. بعدها وعلى مدى سنوات ظل الجيل الفتي الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية يرجم الجنود الإسرائيليين بالحجارة، لتسمى فيما بعد بانتفاضة الحجارة. عندما حاصروا المسجد وخرجنا مجموعة الشباب، اشتبكنا مع قوات الاحتلال، أصبنا 20 شاب، وأنا كنت تقريبا يعني أول جريح بعد ما ألقيت كلمة، ووقع 4 شهداء. يعني بعد هذه اللحظة أنا أقول أن الانتفاضة خرجت من إطار مخيم بلاطة نابلس إلى كل الضفة الفلسطينية.